استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح سالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية عبد الله علي اليحيى في قصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة الصديقة أوليفر دودن والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي.